السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن جايبين شمندر، هذا الشمندر الأحمر، هيدول ما مستويين، جبتهم لفرجيكم. الشمندر شو هو؟ هو عبارة عن جذور منتفخة، كيف البطاطا بتنبت اللي بيطلع الورق من فوق والزهر بتزهر من فوق، بس لما بدها تثمر تثمر تحت التراب، الجذور تاعتها اللي هي الشروش جذور تنتفخ وبتعملنا حبات البطاطا بمختلف الأحجام. وكمان عنا طبعا بتعرفوا انه الجزر، وعنا اللفت، وعنا البصل، وعنا الشمندر كمان، كلهم هيدول جذور منتفخة. يعني هي هيدا بتبقى هي الورقة من فوق، من هون الورق من فوق بيطلع، من تحت بتطلع الشروش، هي الجذور هيدي بتكون كلها تحت التراب. هي بشلوها نغسلها منيح احنا قبل ما نسلقها من التراب اللي بيكون فيها. هيدول ايه بعدهم غسلتهم انا، بس بعد ما سلقتهم بدنا نعملهم كبيس. كبيس الشمندر، كبيس الشمندر كتير طيب، نسلقه ومنكبسه بالمراطبين مع الخل، مثل الكبيس العادي، خل وملح وشوية سكر ومي نظيفة، وهيدا حتذوقوهن إذا عملتوهن، كثير بيطلعوا طيبين. وسلات جاهز، سلطة جاهزة للأكل بأي وقت بدنا. هلأ هيدول هن اللي أنا سلقتهم، هيدول مسلوقين خالصين. هلأ بدنا نقشرهم ونضاف، طبعا بدنا نقشرهم ونكبسهم، وحنشوف شو هي الخطوات اللي حنمشي فيها. كمان عنا هلأ كيف بدنا نقشر اللفت، تقشيره كتير بسيط وسهل، كتير سهل التقشير تاعها لما تكون مستوية فينا بإيدنا نقشرها. هاي نشيل القسم الفوقاني تاعها نعملها بإيدنا هيك، شفنا تطلع القشرة وطلع معها عرقة. هاي خلصت. كمان حنعمل وحدة، بسم الله. نعملها هيك بإيديها تطلع القشرة. خلاص شلناها. والله حنكمل التقشير ونشوف كيف بدنا نكبسهم. وهلا نحضر الأدوات. هيدا مرتبان سعة كيلو، بسعة كيلو بدنا للكيلو، كل كيلو بده ملعقتين ملح. نشوف الملح، يعني ملعقة مسح، ما معرم كتير الملعقة، إذا عرمتوها بتكون تصير ملعقة معرمة وحدة. هاي ملعقتين ملح وملعقة سكر، هاي ملعقة سكر. إذا الكيلو بده ملعقتين ملح وملعقة سكر. هلا حنضيف نحنا الشمندر، ما بدنا نقطعهم، بدنا نحطهم مثل ما هن، كويس مثل ما هن. بسم الله. تلتو خل ابيض، اذا بدكم خل احمر لا مانع، بس هو لانه في عنده الشمندر في اللون الاحمر منه بحاجه لاي لون. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بالمي، طبعا مي الشرب نظيفه. نغمره للاخر. هلا بنسكره، طبعا مرتين ضغط بنسكره. بسم الله. نخلط الملح اللي كان فيه، هلا بنشيله هدول. خلص كبيس مستوي خالص، يعني بده يومين تاكلوا منه. هلا عندي انا مرتبين صغير من الكبيس هيدا، حنشوفه
فينا نحطهم بالصحن قديش بدنا كمية اللي بدنا اياها. بدنا سلاد على السريع نحطها هيك بنقطعها مثل ما بدنا بالحجم اللي نحنا بدنا اياه. نحط له رشة زيت خفيفة فوقه للكبيس هيدا لأنه نحنا عم نقول إنه هيدا كبيس عبارة عن سلاد مكبوسة. فينا نحط له زيت وفينا ناكله بلا زيت، بس نحنا ناكله مع الزيت بيطلع سلاد خالص. شوية زيت يعطيه طعم كتير طيب لأن احنا حندوقه شوي. بسم الله. طيب لأنه فيه حموضة الخل طبعا والملح، وهو حلو أصلا لو بدون ما نحط سكر حلو هو، وأضفنا عليه شوية سكر صار طعم شرابي كتير مثل الشربات، يعني طعمه كتير طيبة. وإن شاء الله تكون عجبتكم هالفكرة، فإن شاء الله بتجربوه وبيعجبكم. والمرأة ما تنسوا ما تكبوها لأنه المرأة حتلون لكم كبايس تانية. أنا بحتفظ فيهم بقنيني بالبراد، المرأة تاعت الشمندر، ولما أكبس كبيس بحط لون المرأة بمية الشمندر، وهيك نستفيد منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.